فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم قراءة ما يكتب من التنجيم الذي في الصحف والمجلات؟ لا يجوز هذا، يجب منعه، يجب منعه ومعاقبة من يفعل هذا، لأنه يروج الشرك بالله عز وجل ويروج التنجيم، وهم قاصدين هذا، يدسونه على الناس. حتى في بعض الفضائيات يأتي المنجم ويقول يبي يحصل كذا، ويسألونه ويخبرهم أنت لك حظ، أنت كذا، أنت مالك حظ. نسأل الله العافية. نعم، يقولون الناس، يقولون الشيطان ما مات. صحيح، ما مات الشيطان، فهم يروجون الشر ويدسونه على الناس. نعم.